قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لا تمس بأي شكل من الأشكال كرامة وسيادة الأردن، فما هي التفاصيل؟ خلال جلسة مجلس النواب أشار الصفدي إلى أن الاتفاقية لا تخول الولايات المتحدة القيام بأي أعمال قتالية على الأراضي الأردنية، وإنما لمجرد تأطير التعاون في مواجهة الإرهاب. وقال وزير الخارجية إن التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة لا يهدف إلا لتدريب الجيشين وتبادل الخبرات، وهي منطلقة من رغبة الأردن في تمكين قواتها العسكرية. الصفدي أكد أيضا أن التعاون الأمني بين الأردن وأمريكا ليس جديدا ويعود لسنوات، لافتا إلى أن اتفاقية الدفاع ليست الأولى، وأن هناك اتفاقيات بين الأردن ودول أخرى تلتزم بالقوانين الدولية. هذا وانتقد النائب الأردني عن كتلة الإصلاح ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي انتقد اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الولايات المتحدة قائلا إنها تمثل يوما أسود في أيام الأردن، مطالبا الوزراء الذين وقعوا على الاتفاقية بتقديم استقالتهم. واعتبر النائب الأردني أن الاتفاقية تعد استعمارا جديدا وسيطرة على مرافق الدولة، مطالبا مجلس النواب بأن يعقد جلسة لبحث هذه الاتفاقية. الاتفاقية التي تمتد إلى 15 عاما تسمح للقوات الأمريكية بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه. تعطي الاتفاقية الدفاعية بين واشنطن وعمان الحق للقوات الأمريكية في الوجود على الأراضي الأردنية وحق التنقل والتدريب والتخزين والصيانة والدخول والخروج إلى مناطق متفق عليها واستخدام المرافق مجانا. ومن الناحية الأمنية فإن على الأردن أن يتخذ الإجراءات المعقولة حسب ما يكون ضروريا لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكاتها. وبحسب الاتفاقية فإن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس، ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك. الاتفاقية تسمح أيضا للقوات الأمريكية الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه. وحددت الاتفاقية المدة الزمنية لهذا ب15 عاما، وتستمر بعد المدة المبدئية ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين. نحاول أن نغطي في هذا الملف هذه المحاور. أولا، ما هي الاتفاقية الدفاعية الأمريكية الأردنية؟ أيضا، لماذا تثير كل هذا الجدل؟ وهل هي بالفعل كما يصفها المعارضون تمس سيادة المملكة الأردنية؟ نحاول أن نجيب عن هذه التساؤلات مع ضيوفنا. ينضم إلينا أولا من عمان عبر الأقمار الاصطناعية السيد ينال فريحات، عضو مجلس النواب الأردني، ومن الزرقاء عبر الهاتف السيد علي الخليلة النائب في البرلمان الأردني. أهلا وسهلا بكم طبعا معي في هذا النقاش. أبدأ مع السيد ينال. طبعا يعني هذه ليست أول اتفاقية دفاعية بين دولتين، وهذا ليس يعني شيئا جديدا أو مثيرا للاستغراب. لماذا كل هذا الجدل؟ لماذا كل هذه الضجة حول هذه الاتفاقية؟ ولماذا الذهاب إلى حد وصفها بالاستعمار وبأنها تمس سيادة الأردن؟ نعم، أشكرك بداية. مساء الخير لحضرتك ولجميع السادة المشاهدين الكرام. الجدل الذي حدث بسبب هذه الاتفاقية عندما نشرت في الأسبوع الماضي، الحقيقة بنودها ساعقة، بنودها يعني غير عادية. نحن لا أحد ربما يعني يتعجب إن قلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأولى في العالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا. لا شيء جديد في ذلك، ولا شيء جديد إن قلنا أن المملكة الأردنية لها هاشمية، هي دولة من دول العالم الثالث، وهي دولة لديها مديونية تقارب 50 مليار دولار، ودولة ربما أنها ليست بتلك القوة الاقتصادية والعسكرية الكبيرة. ولكن نقول أن نحن في بلدنا الأردن نعتز ونفتخر أننا اليوم نحتفل بذكرى معركة الكرامة التي سطر فيها الجيش العربي الأردني نصرا مؤزرا على جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحتفل أيضا أننا قمنا بتعريب الجيش الأردني منذ عام 56، ونعتز
أعتقد أن دولتنا وفق دستورنا ووفق المادة الأولى من الدستور أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، لا ينتقص من ملكها شيء ولا ينزل منه شيء، وبالتالي هذا كله يدلل على أننا يجب، صحيح أن يعني هنالك صندوق نقد دولي، هنالك أدوات للعالم يعني الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، صندوق نقد وبنك دولي واتفاقيات تجارة حرة وما إلى ذلك التي ممكن أن تربط دول العالم الثالث ومن ضمنها الأردن، لكن ليس بهذه الفظاظة. الحقيقة كل مادة من مواد هذه الاتفاقية ما يسمى باتفاقية الدفاع المشترك وهي لا يوجد لها أي علاقة بالاشتراكية، لأنه ببساطة يعني هل يمكن أن يكون هذه الاتفاقية بالمثل أن يكون للأردن وللحكومة الأردنية وللجيش الأردني نفس الامتيازات التي يملكها الأمريكي الآن على الأرض الأردنية؟ إذا كان الأمر متبادل إذا نقول أنها اتفاقية تعاون طيب يعني مشترك، أما طيب في هذه البنود فهي ليست مس بالسيادة وإنما نس للسيادة الوطنية. الحاجة تفرض ذلك، على أي بنود تحديدا تعترضون؟ يعني ما هي الجزئية، ما هي النقطة التي تثير ريبتكم، تحفظكم، اعتراضكم، حتى يعني نعم. ننقل النقاش لضيفي الآخر سيد علي. رائع جدا سيدتي، يعني ربما لو كان موضوع آخر لبحثنا بالتفاصيل ولقلنا مثلا المادة 15 فيها إشكالية، هذه الاتفاقية من مادة رقم 1 إلى نهاية إلى آخر حرف فيها كلها مرفوضة من بدايتها من أول حرف إلى آخر حرف، كلها مس بالسيادة الوطنية، كلها مخالفات للدستور الأردني، لأن هذه الاتفاقيات أولا يعني عفينا الأمريكان من المثول أمام القضاء الأردني، أعطيناهم وألزمنا بشكل ملزم، يعني احنا تنازلنا عن سيادتنا وألزمنا أنفسنا بحماية انتهاك السيادة، إن نعطيهم نمر لسياراتهم، الدخول بالبر والبحر والجو دون أي رقابة، 15 منطقة خارج سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، حرية استخدام السلاح بالنسبة للضباط الأمريكان، عدم إعفائهم من الضرائب بشكل كامل، وسمح لهم بالقنوات التلفزيونية والترددات اللاسلكية، يعني كل التفاصيل وكل البنود، ولا يوجد مادة واحدة لصالح الأردن. يعني عادة في بعض الاتفاقيات حتى ولو كانت ظالمة، خلينا نحكي بيكون في 20 بند ظالم، ولكن بندين يعني على الأقل يعني يتفاخر بهم الطرف الموقع، يقول أنه انتزعنا يعني نصر معين، كاتفاقيات السلام مع الاحتلال غالبا يعني يتم الترويج لبعض المواد، لكن هذه الاتفاقية لا يوجد فيها أي مادة فيها يعني ميزة للأردن. واليوم وزير الخارجية وكانوا يقول أنه لم نسمح بالقيام بأعمال قتالية، يعني وكانوا هذا هو الإنجاز، أما باقي المواد يعني والكوارث التي اليوم فيها والتصريحات. مرة الكرام دعنا نشرك معنا السيد علي في هذا النقاش، نرى كيف ينظر لهذه المسألة سيد علي، بالإضافة لكل ما تحدث عنه ضيفي سيد ينال من اعتراضات على هذه الاتفاقية. هناك أيضا المادة الثالثة يتحدث عنها البعض، تقول هذه المادة أنه يوفر الأردن إمكانية الوصول للمرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للزيارات والتدريب والمناورات والعبور وتزويد الطائرات بالوقود وهبوط الطائرات والاتصالات ونشر القوات والكثير من الامتيازات الأخرى. يعني على ما يحصل الأردن في المقابل الذي يبرر كل هذه الامتيازات؟ مساء الخير لك. أستغرب حقيقة التهويل، أختلف مع زميلي النائب ينال، طرح اتفاقية تعاون أمني مشترك نحن بحاجة لها، أمريكا دولة من الدول العظمى، الكويت عندما احتلت من العراق كانت تعقد اتفاقية أو كانت عاقدة اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ساعدت الأمريكان بدور رئيسي، الأمريكان ساعد الكويت في تحريرها من الاحتلال العراقي. الأردن يعني أنا بند من البنود الرئيسية في الخطوط العريضة يركز الاتفاق على احترام الكامل لسيادة كل طرف، الأمريكان جيش قوي، دولة قوية تعطينا تدعم ميزانيتنا سنويا بما يقارب 1,500,000,000 دينار، العام الفائت 1,450,000,000، السنة وصل ل 1,500,000,000، دولة صديقة، نحن كونيين وأنا كنائب أمثل الشعب الأردني نستشعر بالخطب الخطأ الإيراني، القوة الإيرانية النووية التي تتعاظم في المنطقة، التوسعية، النظرة التوسعية إلى المنطقة، نحن بلد يقودنا جلالة الملك، الدستور منح جلالة الملك
بالمادة 30 الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبع ومسؤولية. مادة 124 من الدستور كمان واضحة في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها لزاما إقرار قوانين الدفاع. أنا أستغرب من أخي ينال، يعني هاي قوات إذا تيجي بدها تستخدم المرافق الاستراتيجية، بدها دعم لوجستي، بدها تدافع عن أرضنا، هي اتفاقية تعاون مشترك بين سيد علي حتى نفهم منك الصورة أيضا، ودعني أنقل لك ما يقال على الجانب الآخر، يعني الأخطار التوسعية في المنطقة، المخاطر الأمنية، التحديات الإيرانية حتى، كل هذا قائم منذ فترة وليس جديد، لماذا الآن يلجأ الأردن لهذه الاتفاقية التي تثير يعني بعض بنودها هذه الحالة من الجدل؟ العالم نظام العالم الجديد يتبدل ويتغير، نحن يجب أن نستشعر أن القوة الإيرانية تتعاظم في المنطقة، من حقنا كشعب أردني أن ندافع عن وطننا وعن أراضينا. تعزيز التعاون، يعني أنا بنود الاتفاقية الخطوط العريضة في التزام الكامل بالسلام والاستقرار والنهج المشترك بين الدولتين وفي المنطقة، تعزيز التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في الدولتين والمنطقة، هذا كله بالبنود العادة. اقتراح احترام القوانين الأردنية ذات الصلة، هاي كلها بنود أخي ينال ما ذكرها. الاتفاقية هي من صالح الشعب الأردني، أقرها مجلس الوزراء في القرار رقم 1381. يمكن أن تعرض هذه الاتفاقية على البرلمان، أنا أعتقد إذا عرضت على البرلمان سيكون هناك جدل ونقاش عليها، وستحصل هذه الاتفاقية على موافقة مجلس النواب. هناك معارضة وهناك طيب هذه نقطة مهمة، يعني موقف هذه الاتفاقية في مجلس النواب. دعني أيضا يعني أنقل هذه النقطة للسيد ينال، لو نقلت هذه الاتفاقية لمجلس النواب يعني ما هي ردود الأفعال المتوقعة؟ وعلى ذكر التصريحات السياسية التي يعني أشرت إليها منذ لحظات، أين يمكن أن تصل كرة الثلج المتدحرجة هذه، خاصة أن هناك حالة من حالات الرفض الكبير داخل يعني بعض الأوساط السياسية وبعض الأوساط النيابية لهذه الاتفاقية، أين يمكن أن تصل بالحكومة الأردنية؟ اشكرك ويعني اشكر زميلي علي، واختلف معه بكل ما قال مع الاحترام يعني لرايه، لانه يعني بدايه الخطر الايراني او اي خطر تواجهه المملكه الاردنيه الهاشميه نحن قادرون، نحن دوله مستقله ونملك جيش نفتخر به، نصحى صباحا نتغنى بجيشنا ونتغنى ببطولاتنا، واليوم قلت اننا نحتفل بذكرى الكرامه وهزمنا فيها الجيش الذي قيل حينها انه لا يقهر. الجيش الاردني والشعب الاردني والنظام وكل التلاحم داخل الاردن قادر على ان تواجه اي خطر. والولايات المتحده الامريكيه لن يعني تهتم كثيرا لامن واستقرار الاردن كما لم تهتم بامن واستقرار الكثير من الدول الاخرى. سؤالك مهم جدا في موضوع البرلمان، وزميلنا قال انه ان عرضت على البرلمان، اقول لك ان هذه مخالفه للدستور الاردني اصلا انها لم تعرض على البرلمان. الاتفاقيه الان هي منفذ قيد التنفيذ، تم اقرارها، الاتفاقيه الان نشرت في الجريده الرسميه، وبالتالي حصلت على كل الموافقات الرسمية، ولكن أقول أن في هذه الموافقات التي تدعيها الحكومة والتي للأسف يعني أحترم زميلي يدافع عنها، أقول أنها خالفت مضمون الدستور، المادة 33 فقرة 2 من الدستور الأردني، المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، وفيها تحميل هنا بالإعفاء من الضرائب والجمارك، ولا يجوز أي إعفاء للضرائب وجمارك إلا بقانون، وهنا تم الإعفاء بدون قانون وإنما بموجب هذه الاتفاقية. يجب وأيضا إذا مست أي اتفاقية أو معاهدة حقوق الأردنيين حتى تكون نافذة يجب أن يوافق عليها مجلس الأمة. طب هذه سيد الاتفاقية علي أصلا لم تطرح لمجلس لماذا الأمة، لماذا لم تطرح هذه الاتفاقية فيها على مجلس النواب، خاصة أنه الكثير من بنودها كما يقول السيد ينال لها علاقة بصلاحيات مباشرة لمجلس النواب؟ وهل هناك الآن يعني هامش لتغيير هذه المواقف إن مجلس النواب خرج بموقف مختلف؟ هل هناك سبيل للتراجع عن هذه الاتفاقية بعد أن دخلت حيز التنفيذ؟ اللي بدي أقوله أنه أنا اللي بحكي عن الدستور، هاي الاتفاقية لم تخالف أبدا الدستور، لأن الأمر والشأن ليس شأن اقتصادي كما تحدث الزميل عن المادة 33 في الدستور، هو ليس استثمار اقتصادي، هذه اتفاقية دفاع مشترك وقعت كثير من الدول المجاورة والدول العربية مع القوى العظمى روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاقيات، ومن حق الأردنيين أن يوقعوا مع دولة قوية والتي لم تعتدي علينا يوما هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدعم اقتصادنا سنويا. لذلك حدث أن في تاريخ الأردن القديم أنه دولة عربية حاولت تحتل، وصلت لمدينة أربد، حاولت تحتل النظام السوري الموجود، حاول احتلال جزء من الأراضي الأردنية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية والراحل جلالة الملك حسين، هذا من التاريخ الأردني ومن التراث الأردني، انتصر وقتها في الولايات المتحدة ولم تكن هناك اتفاقيات دفاع مشترك، ولكن هددت الولايات المتحدة الأمريكية وقف النظام السوري وتراجع النظام السوري. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية نسير حسب الدستور، إذا سمحتي لي المادة 124، الآن احنا نعمل في الجزء في 124 من الدستور اللي هو أمر الدفاع بشأن الكوارث الطبيعية، في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات يقتضي المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة في الملك، بناء على قرار من مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية، وعندما تعلن الأحكام العرفية هذه المادة نحن الآن نعمل ضمن المادة 124 من الدستور وضمن المادة 30 من الدستور. هذه الاتفاقية ليست اتفاقية استثمار، هذا البند الذي تحدث عنه الزميل الإعفاء من الضرائب، جيش جاي يدافع عنا في عن وطننا ويساعد الجيش الأردني اللي أنا ما بنتقص من قوات من الأردنية، لكن الخطر الإيراني يتعاظم في المنطقة، كل القوى عم تضغط على إيران مشان ما تسارع في تصنيع القنابل الذرية، وهي تحارب وتكافح هذا النظام التوسعي اللي عنده نظرة توسعية إلى المنطقة وإلى الخليج العربي، دولنا العربية الشقيقة اللي دائما تدعم المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك إحنا في مجلس النواب الأردني وأنا كنائب أقول هذه الاتفاقية نحن بحاجة لها، وهي مواضيع الاستعمار بحاجة إليها أكثر. هاي قصص سيد علي، هاي قصص يعني عطى عليها الدهر والاستعمار وما الاستعمار والإمبريالية وما الإمبريالية، هاي قصص عطى عليها يعني قصص الاستعمار الشعوب، هاي عطى عليها. الآن إحنا في عصر جديد، العصر الدولي الآن الآن الشعوب غير مستعمرة ولا يوجد أحد يستعمر أحد، وكل الشعوب العربية دولة غير مستعمرة وبعدم انتهاء الاتفاقية والعريات والولايات المتحدة الأمريكية يعني التي لم تعتدي على الأردن لكن اعتدت على العراق واعتدت على هكذا. لا نستطيع أن نسمع أي منكم، اعذروني طبعا. سيد علي أخيرا سؤال أخير، من المستفيد أكثر من هذه الاتفاقية؟ من يحتاج إليها أكثر، واشنطن أم المملكة؟ الشعب الأردني، الشعب الأردني، الشعب الأردني هو بحاجة لهذه الاتفاقية، هي دفاع، هي اتفاقية دفاع مشترك، نحن بحاجة إلى الجيش الأمريكي ليدافع عنا إذا ما تعرضنا لخطر من النظام الإيراني التوسعي، والآن طيب هذا النظام كلا الطرفين بحاجة لهذه الاتفاقية. سيد ينال، تعليق أخير منك على هذه النقطة. يعني أعتقد أن الحديث أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعتدي على الأردن يوما، هي اعتدت على العراق وبالتالي اعتدت على الأمن القومي للأمة العربية. الخطر الإيراني أو النفوذ الإيراني والتوسع الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية هي من ساهم به، وهي من سلمت العراق بطبق من ذهب للإيرانيين، والأمر الذي زاد من قوتها. ذكر الراحل الحسين، الراحل الحسين في التسعين لجأ إلى مجلس النواب، والذي كان ذلك المجلس الذي يعني ما زال يتغنى به الشعب الأردني، ورفض من خلال رئيسه عبد اللطيف عربيات وأعضاء المجلس في ذلك الحين السماح للقوات الأمريكية بتفتيش السفن الذاهبة إلى العراق في إطار حصار العراق، لأن البرلمان الأردني مثل الشعب الأردني، الشعب الأردني نعم هو شعب ذا أنفة وسيادة ويرفض الاستعمار الذي ما زال موجودا بأدوات ناعمة هذه المرة وبأدوات خشنة حولنا في الدول العربية، ولكن ما سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلا سياسات استعمارية لإضعاف اقتصاد الأردن كجزء من هذه المنطقة العربية. أعتقد أن هذه الاتفاقية لا تجلب خيرا للأردن، وإن كنا نريد أن نتعاون مع الجيش الأمريكي فببنود أخرى وباتفاقية أخرى تحفظ حقوق وسيادة الدولة الأردنية، ولا تسلم 15 منطقة للقوات الأمريكية دون أي سيادة للدولة الأردنية على هذه المناطق. وبالتالي أقول أن هذه الاتفاقية لم تخدم سوى السياسة الأمريكية وسوى التوسع الأمريكي، وأنا أخشى ما أخشاه أن يتم استغلال مثل هذه الاتفاقية
هي واستغلال التواجد الأمريكي على الأرض الأردنية لتحقيق سياسات توسعية للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. أكيد الأمريكان مش جايين عشان سواد عيوننا. نعم. لم يعرف التاريخ يوما أن دولة استعمارية تحزن على دولة أضعف منها وتقدم لها المعونة والمساعدة وتوقع اتفاقية وتكون فعلا مشتركة. لا يوجد اتفاقية بين دولة عظمى ودولة من دول العالم الثالث أستطيع أن أقول أنها فيها مصالح مشتركة، كلها اتفاقيات لصالح الدول الاستعمارية الكبرى. على الأقل الأردن على الأقل أن تمرر هذه الاتفاقية بطرق دستورية. طيب. لم تمر بطريقة دستورية وكان يجب على مجلس النواب، وأنا جازم أن مجلس النواب إذا كان بإرادة حرة سيرفض عضو مجلس النواب الأردني. شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول أيضا لضيفنا عبر الهاتف السيد علي الخليل النائب في البرلمان الأردني. شكرا جزيلا لكما. وهذه هي نتيجة المشاركة بأرائكم في التصويت على sharp.com/vote. السؤال كان: هل تمثل اتفاقية الدفاع المشتركة بين الأردن والولايات المتحدة انتهاكا للسيادة؟ كانت الإجابة بالتعادل 50% للنعم و50% للا. شكرا لمتابعتكم لنا اليوم، إلى اللقاء.